وطن. يعني انا بقول لكل من تراوده نفسه انه ما ينزلش الانتخابات لانه كده بيخسر حقه في الاعتراض. فاذا كنت من المعترضين فلازم تنزل، اولا بتؤدي واجبك القومي والوطني، وثانيا بتحفظ حقك في انك تعترض بعد كده وتقول رايك او تسال او تناقش، لان لو انت ما نزلتش النهارده وقلت رايك فلن يصبح لك اي حق في مناقشه اي شيء بعد كده. لانك ممكن بس حضرتك عايز